عن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار بيان وقرار الوفاء لمطالب الشغيلة التعليمية. طبعا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد انسحاب إخوتنا في التنسيق الثلاثي ارتأينا واتخذنا قرار التحدي بأن نستمر في معركة الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية، ولذلك نحتج اليوم في يوم السبت 26 من أجل أن نوصل رسالة صادقة بالوضوح النقابي اللازم، وهي على أن وزارة التربية الوطنية يجب أن تكون جريئة وأن تحسم في اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية، أن تحسم في القضايا التي كانت موضوع حوار، يعني سواء كانت موضوع الحوار الذي جمعنا بوزير التربية الوطنية أو القضايا والملفات التي كانت على طاولة اللجان الموضوعاتية. اليوم لا 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 خيار إلا أن نتقدم في نضالنا، لا خيار لوزارة التربية الوطنية إلا أن تتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية وأن تجد حلولا عاجلة وفورية للفئات المتضررة، وإلا فإن دائرة التصعيد ستستمر وأن دائرة الاحتقان ستتسع. لذلك على وزارة التربية الوطنية أن تلتقط الإشارات وأن تفهم الرسالة وأن تتجاوب مع كل التعابير والأشكال الاحتجاجية اليوم الموجودة في الساحة التعليمية.